تحلل جول كابتن مصطفى من المدافع وعايز تقول المدافع ازاي عمل كده؟ لا هذا لا يقل من سامسون. انا في رايي انا سامسون طبعا عمل هدف حدوته وهنجيبه بالتفصيل تاني. لكن انا هنا عايز اتكلم في نقطه. اتفرجت على المباراه بالكامل. طبعا اتفرجت على الماتش وماتش الاهلي طبعا. بارك للنادي الاهلي طبعا، بارك لنادي الزمالك وكل الفرق. دوري بدايه قويه جدا جدا، لكن انا ليا ملحوظه. اتفضل. ليا ملحوظه مهمه جدا للساده الاخوه الاعزاء الزملاء المدربين، ومش عيب ان احنا نتعلم من بعض. او كل واحد ليه رؤيه والناس عليها تحكم، سواء سموحه سواء الاسماعيلي اهلي وزمالك. ما ينفعش بدايه موسم والعب ضاغط من اول ثانيه. تاني، ما ينفعش بدايه موسم والعب ضاغط 45 دقيقه متواصله، لازم تقع تاني. طيب باستثناء فرقتين الاهلي والزمالك. خدتها من تعرض الفلساني. ما ممكن يكون بيلعب ضاغط وبيريح شويه وبعدين لا ما بيريحش بدليل بدليل كل الشوط الثاني بيشيل رجله. هنا بقى فرق اللياقه البدنيه. هو احنا النادي الاهلي كسبنا وانا ما ببصش للمكسب والخساره، انا يهمني الاداء. الاداء يجيب مكسب. احنا مختلفين تماما زي النادي الزمالك من السنه اللي فاتت ما شاء الله. احنا السنه دي انا سعيد جدا بالماتش، مش عشان كسبت، سعيد بالاداء، سعيد بالروح، سعيد بالتحركات، سعيد بقت كتلة بشرية بتتحرك. الخطوط مش بعيدة عن بعض. في ضغط وفي كورة بتتلعب وفي حاجة الناس حافظاها بصرف النظر عن الجون او مش الجون. انا ما بتكلمش في الحتة دي. لكن انا شايف يا خالد ان دوري، وانا قلت قبل كده دوري قوي جدا جدا. ما بدأش ضاغط من البداية، لسه ما وصلتش للتوب. تضغط 3-4 دقايق وريح. ما تضغطش على طول. لو جبنا الاسماعيلي وجبنا سموحة ما ينفعش اضغط على طول. الشوط التاني كله وقع. كله وقع. هنا بقى ازاي اوزع مجهودي وانا في البداية. طيب انا هرجع اقول برضو، لما انت تبقى فت من اول يوم، ما برضو ده في عرف كرة القدم وعرف التدريب انك تقع بعد كده. الكيرف هينزل على الدور الثاني. أيوة عايز تقول. ايوه في اتنين مدربين ثلاثة بدون ذكر اسماء طبعا اصدقاء اعزاء. الدور الاولاني عامل كده، الدور الثاني عامل كده. والفرق ما بين مدرب ومدرب هي الحته دي. الكيرف يعلى مع بدايه الموسم. لكن انا شايف اداء نادي الزمالك وزي ما قال جمال الشوط الاولاني مستعجلين المكسب يا جمال. مستعجلين الفوز. فعشان كده الفرق بينه وبين الناس اللي بتلعب بره، تلاقي فاضل دقيقتين والماتش يخلص والناس بتباصي وهاديه، لان العصبيه تخليك تباصي غلط، تخليك تفكر غلط، تخليك تتحرك غلط، تخليك تتصرف غلط في الكوره. وده اللي حصل الشوط الاولاني. بالظبط. صار باص بالظبط. فده اللي انا بحلل اللي انت بتقوله. انا يعني. انا 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 مع كابتن مصطفى في حاجه مهمه جدا. مستر فيريرا في الشوط الثاني كان عنده تغييرات كتيره جدا. ليه لاعب اسامه يوسف اسامه نبيه؟ لأن أولا سريع جدا، لأنه حس إن لعيبة السموحة عملوا مجهود قوي جدا جدا، ضغط طول ال 60 دقيقة. فدلوقتي ده وقت بدأ يقلوا شوية. أنا معاه 100%. ملاحظة جميلة. عشان كده فلا، المفروض يوسف أسامة بينزل وإحنا مثلا إيه كسبانين، فالفرقة بتضغطنا فالسرعة بتاعته بيوصل للجول. لا ده لعب في وقت أهو بيديله تعليمات أهو، لأنه بيقول بص رايح جاي، لأن هم تعبوا. ففعلا يوسف اسامه ايه اللي حصل بقى كابتن مصطفى؟ اما يوسف اسامه نزل بقى شيكابالا ويوسف ناحيه الشمال، وزيزو والمسلوسي ناحيه اليمين، قصدي زيزو وامام عاشور. فعملوا ايه؟ عملوا جبهتين جامدين جدا، جه الجولين. وادي شيكابالا اهو لما نزله. ما عشان كده روح ناحيه الشمال. بص بيقولوا روح ناحيه الشمال. تكمله للكلام اللي احنا بنقوله انا وجمال. الاهلي كسب امتى والزمالك كسب امتى؟ 73 و80 صح؟ دي 73 ودي 80 على حسب. الفرق بتعمل مجهود قوي جدا. النهارده فيوتشر كسب امتى؟ 75 في الدقيقة 75. هنا فكر مدرب ازاي يتعامل مع لاعبته في بداية موسم، ودي نقطة فنية مهمة جدا 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 فوق ما تتخيل، لأن دايما البدايات بتفرق. البدايات بتفرق. لكن أنا سعيد جدا بمستوى الفرق وخاصة النادي الإسماعيلي اللي احنا كلنا بنعتز بيه طبعا. لكن يعني مش عايز اقول نفس القصة جمال نادي المصري. انا بتكلم عن الأندية الجماهيرية دلوقتي. النادي المصري ثلاثة كتير عليه قوي، يعني تغلب ثلاثة. القصة مش في الثلاثة وفي الواحد وفي الاثنين،
القصة في شكل الأداء يا جمال. احنا ليه بنقول الأهلي والزمالك كويسين؟ لأن من بداية المباراة لآخر المباراة واقفين على رجلهم. هنا بتفرق قوي في علم التدريب ازاي تجهز فريقك. وبعدين زي ما برضو قال جيمي حتة ازاي اقرا المباراة وازاي ابدل وازاي اغير ومين اللي غيره والعب على نقط الضعف بتاعت الخصم. وده اللي حصل ماتش الاهلي وده اللي حصل ماتش الزمالك. فده بيدل ان احنا دلوقتي بقى عندنا كان عندنا المدرب كبير قوي 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 مستر فيريرا، بقى عندنا مدرب كويس قوي برضو مش عايز احكم من بدري، مدرب النادي الاهلي كولر. فالسنه دي دوري مختلف تماما اعتقد. مش هيبقى سهل المكسب الفرق، لكن عندي ملحوظه مهمه جدا يا جيمي خالد، بصفتك عضو اتحاد كره قديم، من بدايه الدوري كلام على الحكام، انتقاد حكام، وانا اتمنى ان الفقره بتاعت الحكام دي تتلغي. لانها بتعمل بلبله في الشارع المصري. لا ده مع الزمالك، لا ده مع الاهلي، ده اهلاوي، ده زملكاوي، ده ما شافهاش، ده عمل الفار. فدي قصه لازم ننتهي منها، لا اما نلغي الفقره، لا اما اي حد لاعب مدرب يغلط في الحكم او ينتقد الحكم، ينتقد لا ده فني، ده كلام طبيعي، لكن الكلام اللي بيتقال والبتاع ده انا رافضه تماما.